طول أوقاتنا، حياتنا بس عمل. كيف أوفر أموال؟ كيف أشتري بيت؟ كيف أشتري أفضل سيارة؟ كيف أعيش مع زوجتي أفضل حالة؟ الحياة مادية، الأهداف مادية، إلى أن يأتينا اليوم المرير، يوم الحسرة. فمتى تهيئون الزاد وتستعدون للمعاد؟ لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هو يسمع الموعظة بس ما يتغير، ما يتأثر، كأنه يسمع شيء. لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الغفلة